حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم منافسات بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كيلومتر، والتي انطلقت في قرية بوذيب العالمية للقدرة في العاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأقيمت البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وينظمها الاتحاد الدولي للفروسية بمشاركة الفريق الملكي بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة. وقد تابع جلالة الملك المعظم منافسات هذه البطولة العالمية والتي شارك فيها فرسان من مملكة البحرين إلى جانب 126 فارس وفارسة يمثلون 36 دولة من مختلف قارات العالم. هذا وأعرب حضرة صاحب الجلالة العاهل المعظم حفظه الله ورعاه بهذه المناسبة عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية المتجذرة والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين والتي تزداد قوة وازدهارا على مختلف المستويات، مشيدا جلالته بالتنظيم المبهر والمميز لحفل افتتاح البطولة وما وفرته دولة الإمارات من كافة التسهيلات والإمكانيات للمشاركين والذي يعكس ريادتها العالمية وسمعتها الطيبة، ولا سيما على صعيد استضافة الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى بأفضل المعايير. وهنأ جلالة الملك المعظم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بفوز سموه بالمركز الأول وتتويجه بلقب بطولة العالم للقدرة، والتي شهدت منافسة قوية وحظيت بمشاركة نخبة من أبرز الفرسان وأفضل الخيل من جميع أنحاء العالم، معربا جلالته عن الفخر والاعتزاز بتحقيق سموه لهذا الإنجاز التاريخي العالمي المشرف للمملكة، والذي يضاف إلى سجل إنجازات سموه في مختلف المحافل والمنافسات الرياضية الدولية. وأشاد جلالته بالجهد الكبير الذي بذله سموه في الإعداد لهذه البطولة وبمستوى الأداء الرياضي المتميز والذي أظهره مما أهله للفوز بهذه البطولة العالمية بكل جدارة واستحقاق، والذي يؤكد كذلك المكانة المتقدمة التي تحظى بها رياضة القدرة البحرينية وما تشهده من تطور مستمر، متمنيا جلالته لسموه كل النجاح والتوفيق في قيادة المسيرة الرياضية نحو المزيد من البطولات والألقاب العالمية. وأكد جلالة الملك المعظم أن رياضة القدرة هي رياضة عريقة لارتباطها بتاريخنا وموروثنا وتراثنا الأصيل في المنطقة، وأننا نحرص دائما على تقديم الدعم وتوفير كل مقومات النهوض بها وتطويرها، متمنيا جلالته لكافة الفرسان المشاركين في هذه البطولة دوام التوفيق والتقدم في المشاركات القادمة.